السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إلى نشرة الظهيرة، والبداية مع العناوين. الفريق أول سعيد شنجري حيدشن مركز الراحة العائلي للجيش بزيرالدا بالناحية العسكرية الأولى. رهان كبير على المشاركة القوية للمواطن في استحقاق 7 سبتمبر المقبل. والجالية الوطنية بالخارج تبدي استعدادها للمشاركة في الرئاسية المقبلة. مشاريع حيوية تنعش الحركية التنموية بالقرى النائية بولاية المدية، ومستثمرات فلاحية بعين الدفلة تجود بمختلف المحاصيل الزراعية بفضل آليات الدعم والمرافقة. وشباب الوادي يستفيد من 10 مسابح جوارية في ظل الارتفاع المحسوس في درجات الحرارة. ناشطون حقوقيون صحراويون ينددون بالموقف الفرنسي المشحف والمخالف للقانون والشرعية الدوليين إزاء قضيتهم العادلة. استشهاد 8 فلسطينيين جراء استهداف صهيوني لمنزل بخان يونس بالقطاع ومركبة بطول كرم بالضفة الغربية. عزيمة وإصرار رغم الحملة المغرضة. في إطار النشاطات الاحتفالية باليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي، أشرف السيد الفريق أول سعيد شنجريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم على مراسم تدشين مرافق جديدة على مستوى مركز الراحة العائلي بزيرالدا بالناحية العسكرية الأولى. في البداية ورفقة قائد الناحية العسكرية الأولى ومدير المصلحة الاجتماعية لوزارة الدفاع الوطني، قام سيد الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بتدشين مرافق جديدة على مستوى مركز الراحة العائلي بزيرالدا بالناحية العسكرية الأولى بحضور المراقب العام للجيش ومديرين مركزيين من وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي. عقب ذلك تابع سيد الفريق أول عرضا مفصلا حول هذه المرافق الجديدة التي يأتي إنجازها تجسيدا للمشاريع الاجتماعية التي أقرتها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي والرامية إلى تحسين أداء الهياكل الاجتماعية ورفع مستوى الخدمات المقدمة. بعدها قام سيد الفريق أول بزيارة المنشآت الجديدة، حيث استمع إلى شروحات وافية قدمها القائمون على إنجاز المشروع، كما عاين عن كثب النوعية العالية للمرافق المنجزة والتي تم من شأنها توفير ظروف مريحة للمستفيدين. بالمناسبة هنأ السيد والفريق أول جميع المسؤولين نظير الجهود المبذولة من قبلهم في سبيل تسليم المرافق الجديدة في الآجال المحددة، كما حثهم على العمل من أجل المحافظة عليها والحرص على صيانتها باستمرار، لا سيما من خلال التحلي بالاحترافية والصرامة في التسيير، وكذا توفير كافة الظروف والوسائل الملائمة الكفيلة بتقديم خدمات ذات نوعية عالية. في الختام قام السيد الفريق أول بالتوقيع على السجل الذهبي لمركز الراحة العائلي بزيرالدا. إلى ملف رئاسيات 7 سبتمبر المقبل، وبعد إعلان المحكمة الدستورية عن القائمة النهائية والرسمية لأسماء المترشحين، يدخل 3 مترشحين غمار المنافسة الانتخابية يوم 15 أوت الجاري تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية، ينشطون خلالها المشهد السياسي في أجواء من الديمقراطية والشفافية. سونيا جاسي. تضبط قائمة المترشحين النهائية بتوقيت الانتخابات الرئاسية. 3 أسماء على القائمة أظهرت وأوضحت معالم المشهد السياسي في الجزائر بعد تأكيدها من قبل المحكمة الدستورية، خاصة أن المترشحين يمثلون وزنا سياسيا بارزا.
فمنذ الإعلان عن إجراء انتخابات رئاسية مسبقة تداولت وتناولت مختلف وسائل الإعلام باهتمام هذا القرار، حلله وناقشه المراقبون والمتتبعون للشأن السياسي، في حين قابله العديد بإبداء نيتهم الترشح فيها. 37 راغبا في الترشح، 16 أودعوا ملفاتهم لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وسط تأطير محكم أمنته السلطة. كانت أبواب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مفتوحة لجميع المترشحين، وسخرت في هذا السياق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات جميع المعدات التقنية والتكنولوجية بإضفاء الشفافية وبإضفاء الموضوعية على عملها. مسألة إصدارها للقائمة الأولية للمترشحين والتي ضمنت 3 مترشحين مع رفض 13 ملف للمترشحين كقائمة أولية، وإحالة جميع ملفات المترشحين أمام المحكمة الدستورية، المحكمة الدستورية التي تلقت 5 طعون في هذه السياق. عمل المحكمة الدستورية كمؤسسة دستورية هامة في إطار الولاية العامة وفي إطار إشرافها العام على عمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كمؤسسة دستورية نهائية تصدت لهذه الطعون وأصدرت قائمتها هي بقبول ملفات 3 مترشحين. وفي حقيقة الأمر كان حتى مسألة الجواب كان كافيا بالنسبة للطعون التي قدمت في هذا الشأن. لذلك نقول أن العملية الانتخابية برمتها تمت في أحسن الظروف وتمت في إطار ما رسمه المشرع الجزائري من تعديلات هامة للقوانين والتنظيمات. 3 مترشحين أعلنت عنهم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات استوفوا كل الشروط القانونية لخوض سباق الرئاسيات، واعتمدتهما المحكمة الدستورية بعد دراسة كل الطعون. كان فيه حقيقة حركية مهمة ميزت المشهد السياسي، بداية من الإعلان عن استقبال ملفات الترشح، دراستها، وكذلك فتح مجال للطعون، ومن ثم اختتمت العملية بتصديق نهائي للمترشحين المقبولين من الناحية بطبيعة الحال الإدارية، وكذلك استيفاء شرط التوقيعات الذي اعتبر شرطا مهما. هذه القائمة النهائية التي عبرت عن توجهات سياسية مهمة في البلاد، وكذلك عبرت عن المترشحين المحضرين لهذه العملية الانتخابية. يبدأ العد التنازلي لموعد الانتخابات الرئاسية، وقبل هذا الاستحقاق يترقب الناخبون برامج وأفكار المترشحين خلال حملة انتخابية منطلقها 15 أوت الجاري. ولأن المواطن أساس نجاح العملية الانتخابية، الرهان كبير على مشاركته القوية في هذا الموعد الوطني الهام في ظل تطلعه لتجسيد المزيد من المكاسب التنموية. مراد عبروسا. بتطلعات تجسيد مزيد من الإنجازات وبمسؤولية بمستوى الحدث الانتخابي، ينتظر مواطنو تيارة موعد 7 سبتمبر للإدلاء بأصواتهم. حنا نطلع أن هذه الانتخابات الرئاسية تفوت في أمن وأمان، وإن شاء الله الشعب ينتخب بقوة باش نعطوا مصداقية لبلادنا للرئيس تاعنا ويكونوا فيها وطنيين مخلصين للوطن. رانا في نمشيو في المسيرة الانتخابية ونقوموا بالواجب تاعنا كمواطنين مخلصين لهذا الوطن. هذا ويعول في هذا الاستحقاق على المشاركة الواسعة لجعل الحدث عرسا وطنيا. لازم يروح ويثبت الوجود نتاعو، باه يثبت الوجود نتاعو، يثبتها بالفوت، يحط الصوت نتاعه ويحاسب على الصوت نتاعه، ثم عادك شبه تقدر تحاسب وتقول راني نحوش على صوالح. أن يكون إقبال للمواطنين ولاية تيارة خاصة والجزائر عامة أن يساهموا في إنجاح هذا العرس السياسي في 7 سبتمبر المقبل. تطلعاتنا كسكان ولاية تيارة هي ربما المطالبة بتنمية للولاية، ولما لا حتى وضعها كمشروع كأولوية للدولة. رئاسية 7 سبتمبر هي محطة لتعزيز المسار الديمقراطي في الجزائر وتمتينه بالشرعية الشعبية. وأبناء الجالية الوطنية بالخارج أبدوا استعدادهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، متمنين المكاسب التي تحققت خلال السنوات الأخيرة. Je vous fais un petit message pour
vous inviter à aller أوجه هذه الرسالة لأدعوكم إلى التوجه لإسماع صوتكم في الانتخابات الرئاسية المقبلة. جدير بالذكر أن الجزائر حققت أشواطا إيجابية خلال السنوات الأخيرة تعتبر تاريخية. الانتخاب هو حق، بل أكثر من ذلك هو واجب وطني يسمح لنا بالمشاركة في البناء الوطني. Et au-delà d'être un droit, c'est un devoir et le devoir le plus patriote que vous pouvez effectuer qui est d'aller voter. Je suis là pour effectivement parler du vote. أنا هنا لأتكلم عن الانتخاب الذي يعتبر الإسهام المهم من جانبنا لترجمة تعلقنا بوطننا الجزائر، ويبين أيضا أنه رغم بعدنا عن الوطن إلى أننا مهتمين بما يحدث وتبقى قلوبنا متعلقة به، ونتمنى للجزائر السلم والطمأنينة. لذا أنا بدوري أشارك في كل موعد انتخابي والمساهمة في بناء وطننا، ونلاحظ أنه سجلنا تغييرا محسوسا خلال السنوات الأخيرة ميزها الابتعاد عن بعض الممارسات السيئة السابقة، وآن الأوان أن ألعب دورا فعالا في هذا البناء بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة. في شأن التنموي، تشهد ولاية المدية وتيرة متسارعة في تجسيد المشاريع التنموية الواعدة تحسينا لظروف معيشة الساكنة بالمناطق النائية. كاميرا التلفزيون وقفت عند المنجزات المحققة. محمد بن كحلة. هنا بأعالي ولاية المدية وبالضبط بقرية عين معزوز بلدية سيل محجوب، تقفينا أثر التنمية وأثرها على ساكنة المنطقة. لنجد دعم الدولة في السكن الريفي ثبت الساكنة بالمنطقة وشجعهم على ذلك تزويدهم بشبكات الماء الغاز والكهرباء. كنا محرومين من الطريق، من الماء، من الالكتريسيتي، من الغاز، كان كلش ناقص. واليوم راه كاين الغاز، كاين الالكتريسيتي، كاين الماء، ورانا في رحمة ربي. وليداتي استفادوا من البنيان الريفي، وليدات الجامعة قاع الدوار قاع، بقي حاجة واحدة اللي نحمدوا عليها الله، حاجة قليلة بالك 5% ولا 3% اللي مازالوا ما استفادوش. تركنا قرية عين معزوز متوجهين إلى قرى أخرى استفادت من مشاريع ربما تبدو بسيطة ولكنها غيرت من نمط حياة ساكنة هذه المناطق المعزولة. استوقفنا هؤلاء الأطفال يمرحون في هذا الملعب. قبل ما يخدموا لنا استاد كنا نلعبوا في الحجار ونطيحوا، وذوك الحمد لله خدموا لنا استاد ورانا نلعبوا ما نطيحوش وما نجرحوش. عندما بنوا لنا الملعب العشب الاصطناعي في الفترة الصباحية نقراو، في الفترة المسائية نجوا مع زملائي نلعبوا كرة قدم. قصد التكفل بالمناطق النائية والمعزولة على مستوى الولاية، قمنا برصد أكثر من 1700 مليار سنتيم لإنجاز ووضع حيز الخدمة أكثر من 1330 مشروع في مختلف القطاعات، وبفضل هذا الإسهام المالي لمصالح الدولة تمكننا من التكفل ببعض انشغالات المواطنين ذات الأولوية: المياه الصالحة للشرب، الصرف الصحي، توفير ظروف تمدرس جيدة، فك العزلة وشق طرقات على مستوى هذه المناطق. ولاية المدية شهدت خلال السنوات الأخيرة قفزة نوعية في تزويد المناطق النائية بالسكن الريفي وتعزيزه بكل المرافق الضرورية. ورحلة البحث عن الترويح عن النفس والاستجمام في ظل الارتفاع المحسوس في درجات الحرارة يقود أطفال وشباب ولاية الوادي إلى ارتياد المسابح الجوارية التي تدعمت بعشرة مسابح أخرى صارت الملاذ والمتنفسة لشباب الولاية. يقول محمد العيد البيهي. مسابح عبر عدد من بلديات الوادي تستفيد منها الولاية، وهي فضاءات مفتوحة للجميع من أجل الراحة والاستجمام،
سيما وأن الفصل فصل عطل وحر، وهو ما يميز هذه المناطق البعيدة عن شاطئ البحر. جينا نعوم هنا، نعوم حرة والفراشة والظهر والصدر. قوموا بالترفيه في فصل الصيف ومع الحرارة مع الجو الساخن، مناسبة مليحة مع الصيف، الجو سخون وهكذا مليحة للسباحة. هنا باش نبدلوا على الجو لروحنا ونزيد الحرارة. هذه المسابح التي تحتوي على كل وسائل الراحة مشاريع أقرتها الدولة فتحت أبوابها للجميع. ولايتنا على كل حال تتوفر على 10 مسابح تم فتحها بالتدريج، وين انطلقنا في واد العلندة، في كوينين، في ورماس، في 19 مارس، كذلك تم فتح مسبح حاسي خليفة. ما يخفاكمش باللي الولاية نتاعنا تعرف درجة ارتفاع درجة حرارة كبيرة، وبالتالي تم فتح كل المسابح باش هكذا لخدمة شبابنا والمواطنين نتاعنا في خلال هذه الفترة الصيفية. إذن من أجل السباحة والرياضة والترفيه أصبحت هذه المسابح الجوارية البعيدة عن البحر تشكل متنفسا حقيقيا، خاصة مع العطل وحر فصل الصيف. والإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني تجلى أيضا من خلال آليات دعم الدولة وحرص الفلاح على تغطية السوق بأجود المنتجات، وهو ما توفره مختلف المستثمرات الفلاحية بولاية عين الدفلة. عواطف عيشاوية. أراضي خصبة ومستثمرات فلاحية طالما عرفت بها ولاية عين الدفلة تنتج مختلف أنواع المحاصيل. مختصون جزائريون وأجانب زاروا المنطقة العام الماضي وأطلقوا تجربة زراعة البطاطا المقاومة للتغيرات المناخية وزراعات أخرى حققت نتائج إيجابية. هذه المستثمرة الموجودة بمنطقة واد بوجاجة بمساحة تقدر ب 120 هكتاراً استغلها صاحبها في زراعة العديد من المنتجات الفلاحية. تخصصنا عندنا في أشجار مثمرة، منها حوالي 7 هكتارات تاع خوخ وبرقوق، عندنا حوالي 15 هكتار من حمضيات. تخصصنا ثاني نخدموا بطاطا، زراعة بطاطا بذور مكثفة، نخدموا حوالي 30 40 هكتار في الموسمية وآخر موسمية. مكثفين ثاني في الزراعة في حبوب قمح، حنا خدموا حوالي 40 هكتار في العام. خضروات سلطة وطماطم ثاني حوالي ما بين 20-30 هكتار في العام. ولأن المورد المائي ركيزة تطوير الإنتاج الفلاحي، أنجز هذا المستثمر بدعم من الدولة حوضا مائيا تقدر سعته ب 40 ألف متر مكعب. أسفلنا من آلة حصاد وثلاث خاص تاع ابار، استفدنا ثاني من ليكيت تاع داسبسيون كيما تاع انابيب الرش، استفدنا ثاني من انابيب تاع لالين تاع الكوندويت تاع الماء حوالي كيلومتر. رانا نقدموا لهم تسهيلات واجراءات سهله من اجل الاستفاده من تراخيص حفر مناقب، ومام الاستفاده من تجسيد احواض مائيه من نوع جيوم ممبران، والأول أحواض ذات تاع الخرسانة، ذات الخرسانة. كذلك نحفزوهم باش يبدلوا الميكانيزم تاع السقي من السقي التقليدي إلى السقي بالتقطير. وبمنطقة عريب أنموذج آخر للاستثمار الفلاحي، صاحبة المستثمرة رفعت التحدي رغم صغر المساحة المستغلة وخصصتها للعديد من الزراعات، إضافة إلى تربية المواشي والدواجن، كما وسعت نشاطها إلى تربية النحل. عندي حوالي قطار ونص تاع إيجاص. بهذه المستثمرة قدرت نطور نفسي ودخلت تربية الحيوانات منها الأغنام والماعز وتربية الدواجن، ودخلت تربية النحل. عندي استفدت بعشر جباح تاع نحل من مديرية الفلاحة، ظرف 7 أشهر قلبتهم 32 صندوق. مديرية المصالح الفلاحية تحت إشراف الوزارة الوصية تقدم الدعم في الأسمدة، المكننة، أدوات السقي والري. دعم المقدم في المقررة رقم 365 في تربية النحل والأشجار المثمرة. تبقى جهود الدولة في دعم المستثمرين والإرادة القوية للفلاحين عاملين أساسيين لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز التنمية الاقتصادية للبلاد.
دوليا ومتابعة لردود الفعل المستنكرة للموقف الفرنسي تجاه القضية الصحراوية، أكد ناشطون صحراويون بالأراضي المحتلة أن موقف باريس ليس بالجديد ويعبر عن النزعة الاستعمارية التوسعية المتجذرة في فرنسا، وهو تصعيد خطير في موقفها التقليدي العدواني تجاه الشعب الصحراوي وحقه الثابت في تقرير المصير والاستقلال. عن فرنسا بالنسبة لنا احنا هي أكبر عدو، أكبر عدو للشعب الصحراوي، وأكبر عدو لإفريقيا، وأكبر عدو للديمقراطية، وأكبر عدو للحقيقة، وأكبر عدو لاحترام حقوق الإنسان، وأكبر عدو لحقوق الشعوب. يعني عن فرنسا وضحت بالنسبة لأي حد يعني ما كانت واضحة له فرنسا، اليوم فرنسا واضحة في مواقفها ضد الإنسانية. من مدينة العيون المحتلة ندوا بهذا القرار المخزي لدولة فرنسا، النظام التوسعي والمصلحي، الدولة الوظيفية، دولة المصالح، ما هو إلا قرار رشوة مبنية على تبادل آراء، مبنية على بنية هشة جدا. الحكم الذاتي الذي ولد ميتا. فرنسا كشحت أن يعنيها بها فقط في خصوص هذا الموقف، هذا لن يغير من عزيمة الصحراويين ولن يغير من عدالة قضيتهم. الصحراويين ثابتين على مطلبهم في الاستقلال والحرية، وقضيتهم قضية تصفية الاستعمار قضية عادلة وقضية حق، ونحن على حق. اليوم علمتوا في بيان واضح للرأي العام الدولي والعالمي، إذن احنا كصحراويين ندوا موقف فرنسا، موقف الحكومة الفرنسية والجيوش الفرنسية، ندوا هذا الموقف ونقول لهم عن الصحراويين راهم اللهم الصحراويين اللي تعرف فرنسا، وراهم اللهم الصحراويين اللي ما قدت تقهر فرنسا منذ القديم، ولا إله تقهرهم، والصحراويين المستمرين من أجل انتزاع حقوقهم، ولا يهمنا فرنسا. وفي مستجدات الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، استشهد اليوم 5 مواطنين من عائلة واحدة جراء استهداف طائرات الاحتلال الصهيوني منزلهم في منطقة ميراج بين مدينتي خان يونس ورفح، كما ارتقى عدد من الشهداء وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال لمجموعة من المدنيين كانوا متجمعين في منطقة الشيخ زايد شمالي القطاع. وقبل ذلك استشهد 6 فلسطينيين بينهم 3 أطفال إثر غارة جوية شنتها طائرات الاحتلال الصهيوني على منزل في حي الصبرة بمدينة غزة. وبالضفة الغربية المحتلة انتشلت فرق الدفاع المدني جثث 5 شبان فلسطينيين من داخل سيارة استهدفتها طائرات الاحتلال بصاروخين شمال طول كرم. هذا ولم تتوقف غارة الاحتلال الصهيوني طيلة يوم أمس على قطاع غزة مخلفة عددا من الشهداء والجرحى وسط اجتياح بري لأحياء واسعة بمدينة رفح. المشهد مع مراسلنا وسام أبو زيدة. بعد 300 يوم من العدوان الإسرائيلي على غزة بلغت أصوات الفلسطينيين الحناجر، وما زالت أصواتهم تصدح بوقف شلال الدم الذي يسري على مدار 10 أشهر من العدوان. وهذه كانت إحدى الغارات على خان يونس جنوبي القطاع، والتي خلفت 5 شهداء من عائلة واحدة ولم تكن الأخيرة خلال الساعات الماضية. احنا وين نروح؟ وين نروح احنا؟ احنا بقولوا لنا خان يونس، سامنا بنروح خان يونس، فوق ال 15 نزوحنا زحنا، مش عارفين وين نروح احنا، كل يوم بنموت، كل يوم بنتبس وبنموت. فخان يونس التي انسحب منها الاحتلال ولا زال أهلها يعانون ويلات الدمار ويبحثون على ما تبقى من احتياجاتهم بين أطلال الركام ومنازلهم المدمرة بعد الانسحاب برا وما زال يقصفها جوا، وهي محافظة من بين 5 محافظات أخرى غير الاحتلال من معالمها. والله ما فيش منطقة آمنة في قطاع غزة كله، ولا منطقة آمنة، ما فيش أمان، الأمان في وجه الله، ما فيش أمان، احنا بنترحل من هان لهان وبنجري من هان لهان، مي ما فيش، وأكل ما فيش، شرب ما فيش.
فيد الغدر الإسرائيلية تطال الفلسطينيين ليل نهار دون أفق لحلول سياسية ولا سبيل لفرق الدفاع المدني سوى ما يقومون به من انتشال لجثامين الشهداء والمصابين من تحت الأنقاض. وما تخفيه ساعات الليل من جرائم يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي يتكشف حتما خلال ساعات النهار، وهو ما سيلاحق قادة الاحتلال في المحافل والمحاكم الدولية. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. في الرياضة، وضمن منافسات اليوم الثامن للألعاب الأولمبية بباريس، تواجه اليوم الفرق إلى جانب الدراج حمزة ياسين في تخصص السباق على الطريق، فيما أنهى الجداف سيد علي بودينا مشاركته في الألعاب الأولمبية في المرتبة 18 بعد احتلاله المركز السادس في السباق الترتيبي النهائي في تخصص فردي وزن ثقيل. الملاكمة الجزائرية إيمان خليف التي حققت لحد الآن نتائج مشجعة تدخل اليوم منافسات الدور الربع النهائي بكل عزيمة وإصرار لرفع الراية الوطنية عاليا في أكبر محفل رياضي دولي، خاصة مع الدعم الكبير الذي تلقته من محبيها رغم الحملة الإعلامية المغرضة التي تشنها بعض الدوائر المتكالبة على الجزائر ورياضيها. موفد التلفزيون الجزائري إلى باريس، حسن جابر. البطلة الجزائرية إيمان خليف في مشاركتها الأولمبية كانت له ارتدادات جانبية حاقدة لها ولبلدها المفد مضادة ضد أعداء نجاح الجزائري والجزائريين بشعار بسيط: كلنا إيمان. ومساندة مطلقة للبطلة إيمان خليف من طرف مدربها وأعضاء اللجنة الأولمبية الجزائرية الذين أجمعوا على تنافي هذه الممارسات وأخلاقيات الرياضة. في الرياضة دخلوا هذا الشيء اللي نتأسفوا له. الرياضة هي ملتقى لجميع الأجناس وخاصة الألعاب الأولمبية. أكيد ما نقولكش ما أثرتش علينا هذا الشيء. هذه مؤامرة ضد الجزائر، ضد المرأة الجزائرية وضد أخلاقيات الرياضة. القرار الأول اللي كنا اتخذناه اتخذوا رئيس اللجنة الأولمبية هو التنديد، عمل بيان تنديد، وهذاك البيان كان بعث به للجنة الأولمبية الدولية. ما يخفاش عليكم من اللجنة الأولمبية الدولية يعني كل إطاراتها متواجدين معنا هنا في القرية، وكانوا تكلموا معنا البارح. كنت أنا والفريق تاعي كنا يعني معزومين عندهم، مشينا عندهم تكلموا معنا، وين يعني بصريح العبارة يعني بينوا المساندة التامة والمطلقة من اتجاه إيمان خليف. نظن على هؤلاء أن يستحوا مما يقولون مما يكتبون، لأن ذلك يتناقض تماما مع ما يروجون له من حقوق للإنسان والديمقراطية واحترام الآخر. فأعتقد هذا يعني يكشف الصورة الحقيقية لهؤلاء الذين لا يريدون للآخر أن ينافسهم أو يقارعهم، أو فما بالك يعني أن يأخذ مكانتهم. لازم ندعموها و on est tous avec elle. Gare les athlètes, on la soutient et puis c'est important pour nous parce que on est obligé de se soutenir et gourde gare kif kif بعدنا. Voilà. وإزاء الحملة الشرسة دائما والتي تتعرض لها البطلة الجزائرية إيمان خليف، مساندة ودعم كبيران من مختلف أطياف العائلة الرياضية الجزائرية. سلام إيمان، كل الدعم لك، برافو على منازلتك الأولى، لا تنسي أنك الأقوى، نؤمن بك وبالتوفيق لك. كلنا إيمان خليف لتحقيق الميدالية الذهبية. إيمان خليف أنا معك والشعب الجزائري قام معك، كوراج وربي يوفقك ان شاء الله ميداليه ان شاء الله. كل الرياضيين يدعمون إيمان خليف في مشوارها نحو الميدالية، ونحن ندعمها طبعا في مشاركتها في الألعاب الأولمبية كما فعل السيو، كلنا وراءها. الجميع يدعم إيمان خليف، أتمنى أن تسير الأمور على ما يرام معك. كل دعم إلى بطلتنا الكبيرة إيمان خليف، نتمنى لها كل التوفيق ونتمنى لها جلب الميدالية الذهبية للجزائر. تحية الجزائر. تحية لإيمان خليف على هذا الإنجاز تاعها اللي وصلت ربع نهائي، ان شاء الله حققنا الميداليه الذهبيه وحنا انا قاع معاها. ايمان بون كوراج، رانا قاع معك.
إيمان خليف اللي شرفتينا في عدة محافل دولية، ربي معاك وكلنا معاك، وتحية الجزائر 1 2 3 فيفا الجزائري. إيمان خليف رانا كاع معاك، جو سي كاين غران شامبيون اي تي فان رامين ميداي ان شاء الله. إيمان خليف ديري في باك بلي ماكيش وحدك، الرياضيين كاع معاك والشعب كاع راه معاك، راكي رافعة روسنا، إذا كملي وإن شاء الله الميدالية. إيمان حبيت برك نقول لك بلي ماكيش وحدك، رانا كامل معاك إن شاء الله بوديوم. إيمان خليف لبؤة الجزائر، سيري في أمان، لن تكوني وحدك لتحقيق هدفك الميدالية الذهبية إن شاء الله وإعلاء الرأي الوطنية هنا في باريس. تحية الجزائر. ويلتحق بنا على المباشر من المركزية الدولية للصحافة بباريس موفد التلفزيون الجزائري عمر جمعي. عمر، إذن سويعات قليلة تفصلنا عن منازلة البطلة إيمان خليف، والتوقعات تشير إلى ضمان برونزية على الأقل، ميدالية برونزية على الأقل في حالة الفوز. مساء الخير، مساء الخير جمهورنا الكريم. هي أقل من ثلاث ساعات عن منازلة تدخل بها إيمان خليفة تاريخ بالنسبة للملاكمة النسوية، وهي إهداء الميدالية البرونزية على الأقل قبل المنافسة على الذهب. إيمان كنا التقينا بها في عدة مناسبات بعد التلفزيون الجزائري، وحديثها هي رفع راية الوطنية واستماع إلى النشيد الوطني هنا في باريس. الكل هبة كبيرة صراحة من الجمهور الجزائري، من برونزية على الأقل في تاريخ الملاكمة النسوية، وبعدها ستذهب وتبحث عن الميدالية الذهبية. نقطة أخرى نقولها، أن اليوم رئيس اللجنة الأولمبية توماس باخ أنصف الملاكمة الجزائرية وأعاد لها الاعتبار، وأكد بأنها تمارس وتنازل بروح رياضية كبيرة، وهي سيدة وامرأة جزائرية بأتم معنى الكلمات. إذن اليوم إيمان خليف أمام تحدي آخر، رغم كل ما قيل عنها، رغم كل ما يقال، إلا أن إيمان خليف تركز وكل حديثها أنها سترفع الراية الوطنية في باريس. وكلنا إيمان عمر، وإن شاء الله يكون الفوز حليف بطلتنا هذا اليوم. شكرا جزيلا موفد التلفزيون الجزائري عمر جمعي من المركز الدولي للصحافة بباريس على كل هذه المعلومات. انتقل إلى رحمة الله صبيحة اليوم بالمستشفى العسكري بوهران البطل الأولمبي الملاكم مصطفى موسى عن عمر نهز 62 عاما، الفقيد صاحب أول ميدالية أولمبية جزائرية في أولمبياد لوس أنجلوس الأمريكية سنة 84-900 ألف. كان قد تعرض لحادث مرور خطير قبل أشهر، ويعد أحد أبرز رموز الرياضة الجزائرية بفضل الإنجازات الرياضية العديدة التي حققها. إن لله وإن إليه راجعون. إلى أجواء العطلة الصيفية وضمن البرامج الترفيهية المسطرة، وفي إطار تظاهرة يوم بدون سيارات بالعاصمة، نظمت نشاطات ثقافية فنية وترفيهية، بالإضافة إلى ورشات بيئية تعنى بالحفاظ على نظافة المحيط. عماد كرمة. أعمال ونشاطات ثقافية وترفيهية ترسم في لوحات فنية جميلة أبدعها أطفال من كل الفئات العمرية، هدفها التوعية والتحسيس بأهمية الحفاظ على المحيط والبيئة. اليوم يعني درنا يوم بدون سيارات، وفيه ديزاتولي لدراري صغار، يعني نشاطات العاب، يعني كاين بزاف لي زاكتيفيتي هنايا اللي الاطفال يقدروا يجوا ويستمتعوا بوقتهم. يوم عجبنا الحل وحبينا نزيدوا نعاودوها مره واحده اخرى. اليوم كانت حول الرسكاله دونك ريسيكلاج، اون اشوازي نخيرو واش شاط لهم كامل في هاد ليفينمون، لي بابي الكراتون لا دوك لي لو تروك تاع لي امبريسيون لي تيوب، هادوك خديناهم قطعناهم وحطيناهم الاطفال بالقرع تاع الماء صغار اللي يجيبو بهم، خدمنا
دي بتيت زافيون طون طيارات صغار، درنا ديبو صغار، دي تورتير دوهم شحيحه. دونك نشاطات متنوعة تثري برنامج العطلة الصيفية عبر وجهات سياحية متنوعة، وفي الوقت نفسه تغرس ثقافة بيئية لدى الأطفال. هذه المبادرة مليحة لهم يديروها الدراري، سيرتو الصيف مليحة لهم يخرجوا يلعبوا ينحوا على خاطرهم يتقفوا، هذه شغل ثقافة. هذه سي ان تري بون شوز ان فامي، اون بو سي برومني، on peut faire des belles choses, les enfants loulés ils sont contents. Il y a les animations, il y a la peinture, les animaux et il y a plein de choses, j'ai pas tout vu encore et inchallah il y aura plein de belles choses. تناولت اليوم خصيصا المجال البيئي اللي راكم تشوفوا فيه اليوم مشتلات، يعني حيه اللي راهم الاطفال يزرعوا فيها، وايضا كاين حيوانات، ايضا كاين ورشات للرسكاله واعاده التدوير، ويوم تحسيسي بالبيئه. هي مبادرات تسهم في توفير أجواء من الفرحة لدى العائلات الجزائرية تؤصل القيم النبيلة فيهم. وختام واحدة اليوم من شاطئ منتزه صابلات الذي عاش على وقع الطابعة الثانية لسباق خليج مدينة الجزائر، انطلاقا من شاطئ صابلات حتى شاطئ مارينا، حيث شهد تنافسا كبيرا بين 250 سباحا وسباحة قادموا من مختلف ولايات الوطن. أمين رزاوية. سباق خليج مدينة الجزائر لسن 15 سنة وما فوق جرى على مسافة تزيد عن 7 كيلومترات في عرض البحر، انطلاقا من شاطئ الصابلات إلى غاية الميناء الجديد مارينا. هذه التظاهرة تدخل في إطار برنامج التنشيطي لولاية الجزائر، دونك وحبيناه يكون يعني نشاط رياضي بامتياز. ما يخفاكمش باللي الجزائر العاصمة هي القاطرة الحركة الرياضية، وكذلك هي القاطرة بالنسبة للرياضة الوطنية، دونك حبينا نرجعوا شوية لما كانت عليه سابقا بالبعض الأنشطة اللي نقول متميزة وعندها خصوصية. عبور الخليج اللي كان يعني تقليد كبير في الجزائر وربما يعني لمدة عشرات السنين راح، حبينا أنه يرجع. عرف سباق الإناث فوز السباحة عياط نور الهدى من نادي تيبازا متبوعة بعمران لميا من أولمبيك أقبو في المرتبة الثانية، واكتفت سعيدة أصيل بالمركز الثالث. وعادت المرتبة الأولى عند الذكور للسباح ششار توفيق من نادي شباب الرياضي لبلوزداد الذي تجاوز منافسيه بتقي وسيم وترقى محمد. السباق كان صعب، كان عندي صعوبات واجهتها في البحر. كانت المنافسة جد قوية بمعنى الكلمة، لأني درت مع سباحات المنتخب الوطني اللي شاركوا في الألعاب العربية، تما ما كانتش سهلة. خاطر 7 كيلومتر ولا 10 كيلومتر ماشي سهلة، اي سي ديجا ان اكسبلوا دو فينير لا كورس بو امبورت المركز اللي تكون فيه، سي مليحة اللي تكمل لا كورس هادية. وكيت دان بوان دو في سبورتيف هادية، دان بوان دو في جينيرال تعلم الناس باللي كاين ان اسبري تاع البحر، ان اسبري كونفيفيال دو فامي اللي تخليهم يتطوروا ويجوا يبروفيتيو من هاد ليديسيون. بهذا الانجاز الرائع يأمل منظم السباق في تكراره سنويا لجذب المزيد من المشاركين والمهتمين برياضة السباحة لتعزيز مكانة البلاد كوجهة رياضية وبعث روح المنافسة بين الشباب. إلى التذكير الآن بأبرز ما ورد في نشرة الظهيرة لهذا اليوم. الفريق أول سعيد شنقريحة يدشن مركز الراحة العائلي للجيش بزيرالدا بالناحية العسكرية الأولى. رهان كبير على المشاركة القوية للمواطن في استحقاق 7 سبتمبر المقبل. الجالية الوطنية بالخارج تبدي استعدادها للمشاركة في الرئاسية المقبلة. وضمن روبورتاجات الواحدة تابعنا مشاريع حيوية نعيش الحركية التنموية بالقرى النائية بولاية المدية، ومستثمرات فلاحية بعين الدفلة تجود بمختلف المحاصيل الزراعية بفضل آليات الدعم والمرافقة. وشباب الوادي يستفيد من 10 مسابح جوارية في ظل الارتفاع المحسوس في درجات الحرارة.
ناشطون حقوقيون صحراويون ينددون بالموقف الفرنسي المجحف والمخالف للقانون والشرعية الدوليين إزاء قضيتهم العادلة. وفي فلسطين المحتلة، استشهاد 8 فلسطينيين جراء استهداف صهيوني لمنزل بخان يونس بالقطاع ومركبة بطول كرم بالضفة الغربية. ربع النهائي بعزيمة وإصرار رغم الحملة المغرضة. شكرا على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.